بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ معايا الاناتومي. بص يا سيدي، قلنا عندي الاناتومي كان انتروداكشن بسيطه كده، وانا هنخش بقى الشغل اللي بجد بتاعي. عندي الثوراسيك كيج عباره عن ايه؟ قال لك ده فريم ورك اللي فيه الامبورتنت اورجان بتاع الكارديو باسكولار والريسبيراتوري. بيتكون من ايه؟ بيتكون السternum قدام 12 ثوراسيك فيرتبري ورا بالانتر فيرتبري ديسك بتاعهم، و12 12 بير اوف ريبس على اليمين وعلى الشمال، على اليمين وعلى الشمال. حلو كده؟ حلو. والكوستال كارتريدج بتاعهم وما بينهم وبين بعض انتركوستر سبيس. اقلب البلاد سبلاي بتوعهم ايه؟ انتيريور انتركوستر وبوستيريور انتركوستر. جايين منين؟ انتيريور انتركوستر من انترنال ثوراسيك، وبوستيريور انتركوستر جاي من مين؟ من ديسندنج ثوراسيك ارتو. طيب بالنسبه للفين ازيكوس فين اللي بيرمي في السوبيريور فينا كيف؟ ندخل على الميدياستاين. قال لك الميدياستاين ده يا سيدي موجوده في مين؟ قال لك دي موجوده ما بين التو بلورا كافتس، ما بين الاثنين بلورا. الاكستنشن بتمتد منين؟ قال لك من فوق، فوق الروت اوف زانك، تحت الدايفرام، قدام استرنم، ورا ثوراسيك فيرتبري. اي بص اي حد معدي في الشارع سالته قلت له مين ده سامع الاكستنشن بتاعته ايه؟ مش عارف. الديفيشن بتوعه قال لك ده يا سيدي بيتقسم بهوريزونتال بلين لاسترنال انجل، يعني ما بين الاسترنال انجل لغايه اللور بوردر بتاع الفورس ثراسك لي سوبيريور ميدستاينم وانفيرير ميدستاين. سوبيريور ميدستاينم وانفيرير ايه ميدستاين. يعني انا باجي عند السنه الانجل واقسمه لفوق وتحت، السنه الانجل قدام والبتاع ده والثراسك الرابعه ثراسك ورا. حلو. فوق سوبيريور، تحت بوستيريور، فوقيهم سوبيريور ميدستاين، تحتيه انفيرير ميدستاين. هات الانفيرير بقى. الانفيرير ده هقسمه ايه؟ هقسمه لثلاثه، انتيرور وميدل وبوستيرور. انتيرور وميدل وبوستيرور. الميدل ده ايه؟ في البريكارديوم والهارت والروت بتاع البيج فيسل، في كل الفيلم. اللي قدام الانتيرور قال لك ده يا سيدي قدام ايه؟ قدام الهارت، في السيرنو بريكارديال ليجمنت اللي ماسك فيه الفايبرس ليجمنت. طيب اللي ورا قال لك ده ورا الهارت. شوف معلومات ايه، بص اجنبه. في ديسندنج ثوراسيك اورتا والازوجوز ايه؟ الازوجوز فين. طيب بالنسبة للبيريكارديوم، البيريكارديوم قال لك دي اتنين ساق، اوتر فايبرس وانر سيرس، اوتر فايبرس وانر سيرس. موجوده ورا البادي بتاع الاسترنم، ورا البادي بتاع الاسترنم من 2 ل 6 كوستر كارتريدج، من 2 ل 6 كوستر كارتريدج، وقدام الثوراسيك فيرتبري من 5 ل 8. يبقى كده 2 ل 6 قدام، 5 ل 8 ورا. اللي قدام ايه؟ كوستر كارتريدج، واللي ورا ثوراسيك فيرتبري. طيب هما ايه؟ هما اتنين زي ما قلت لك، فاوتر فايبرس اوتر فايبر وانر سيرس. الفايبرس زي يا سيدي قال لك كونيكال ان شيب، وفي ويز ا بيز لايننج على الدايفرام، يعني البيز بتاعها قاعد على الدايفرام، والابكس فين؟ عند الروتس بتاعت ايه؟ الجريد فيسل. طيب بالنسبه للسيرس قال لك السيرس كلوز ساك انفاجينينز هارت، الهارت بيعملها. شفت لما تيجي مخده تروح خابط ايدك جوه المخده؟ هو ده الكلام، هي المخده بالطبقتين، طبقه اللي فوق وطبقه اللي تحت، والهارت اللي ايه؟ اللي هو ايدك اللي ايه خبطها ده. عندها اتنين لاير، فيسرال على الهارت، بارايتال عند ايه؟ لاينز ايه؟ الفايبرس ايه؟ بيريكارديوم. قال لك يا سيدي البارايتال دي بيعمل لها ريفلكتد، تعمل ريفليكشن، يعني بترجع عند الروت بتاع الجريد فيسل، عند الروت بتاع الجريد فيسل، وبتعمل لي كونتينوس، وبتبقى بتكمل بتبقى ايه؟ فيسرال. حلو كده؟ حلو. البريكارديال كافيتي قال لك ده يا سيدي السبيس اللي موجود ما بين البرايتر والفيسر، وبيبقى فيه حبه بريكارديال فلويد، وده بسميها بوتنشال سبيس. طيب الارتيريال سبلاي انترنال ثوراسيك ارتري وبريكارديال برانش. الانترنال ثوراسيك بيديني البريكارديو فريك والماسكول فريك، الانترنال ثوراسيك بريكارديو فريك وماسكول فريك، والبريكارديال برانش جاي من الديسندنج ثوراسيك ايه؟ اورتا. حلو كده؟ طيب تمام. الساينس بتاع البريكارديوم يا الله، اوبليك ساينس ترانزفيرس ساينس. اوبليك ده جاي من ايه؟ من الريفليكشن بتاع السيرس بريكارديوم، سيرس بريكارديوم حوالين اللارج فيسل عند البوستير سيرفيس بتاع الهارت. يعني جاي هو جه الاوبليك ده جاي عند البوستير سيرفيس بتاع الهارت، البوستير سيرفيس بتاع الهارت عند كده الاجزاء اللي هي بتاعت البلمونري فين كده، عند البلمونري فين كده، وجه لف في اللفه بتاعت البلمونري فين للرايت والليفت. فتلاقي يا سيدي بيقول لك ايه؟
الليمت من الليفت 2 بالمونري بي، الرايت 2 بالمونري اي ار 2 2 ليفت بالمونري. ده ايه؟ ده على الليفت، الليفت 2 ليفت، الرايت 2 رايت، و2 فينا كيف السوبر والايه والانفيرو فينا كيف. قدام قال لك قدام انتيرو وول بتاع الليفت اتريوم ما فيهاش كلمه. طب ورا قال لك الاستراكشر اللي بص له الايه الميدستاين اللي ورا الميدستاين ديت الليميتيشن بتاعها سهله جدا. تعال بقى حتى الترانسفيرس، ترانسفيرس زي قال لك ده شورت باسج ما بين الريفلكشن بتاع السيروس بريكارديوم حوالين الاورطة والبالمونري ترانك، والريفلكشن اللي ما بين الريفلكشن بتاع اللارج فين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بص ده سيدي زي ايه مسافه كده، خط يعني زي ما تقول ايه طرقه ما بين ايه، ما بين الريفلكشن بتاع السيروس بريكارديوم ده حوالين الاورطه والبالموني، هو بيعمل ورب اورطه والبالموني، وكمان حوالين اللارج فين، حوالين ايه اللارج فين. طيب بتحدد قدام بايه؟ قال لك قدام هتلاقي قدامها الاورطه والبالموني ترانك دي عادي، وراها وراها هتلاقي قال لك وراها هتلاقي السوبرفينا كيفا والليفت اوركل. الليفت اوركل اللي هي بتاعت الليفت اتريوم، الليفت اوركل بتاع ايه الليفت اتريوم. جميل جميل. ادخل بقى يا سيدي سيبك من الهجس ده كله وادخل على مين؟ وادخل على الهارت. قال لك الهارت يا سيدي لاي اوبليكلي في في الميدل ميديا ستاينم، البيس بتاعته ابورد و ابورد تو ذا رايت والايبكس داونورد تو ذا ليفت. ايه السيرفس اناتومي بتاع الهارت؟ قال لك الهارت مابنج ده يا سيدي عند البوينت عندك. بص يا سيدي بص 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 عندي، عد معايا، حط ايدك كده من ايه؟ من عند الشمال، من الشمال من عند صدرك كده، صدرك من عند الشمال، عد معايا، حط ايدك معايا 2 3 6 5 1 ونص 1 نص 3 ونص تاني 2 3 6 5 1 ونص 1 نص 2 ايه 3 ونص. خلي بالك ال 3 ونص ده هي النقطة بتاعت الايبكس، النقطة بتاعت ايه؟ الايبكس، النقطة بتاعت مين؟ الايبكس. حلو كده، وبتبقى ميد كلافيكولا، وبتبقى ايه؟ ميد كلافيكولا. طبعا 2 3 2 3 2 3 6 2 3 6 2 3 6 ده كوستر كارتج، 2 3 6 كوستر كارتج، 5 انتر كوستر سبيس، 5 ايه انتر كوستر سبيس. ده بالنسبه للهارت فين؟ الهارت ايه فين؟ انا اقدر اعد لك كده، اوقفك قدامي اعد لك اقول لك الهارت اهو، ارسم لك خطوط بقى. انت عارف لو جيت رسمتهم خط هتلاقي الشكل بتاع الهارت بالظبط. طيب بالنسبه للهارت ايه؟ ده بالنسبه للهارت اللي بره. طب بالنسبه للهارت فالف، قال لك ده يا سيدي عباره عن ايه؟ لو جيت رسمتهم، لو جيت رسمتهم من بره كده هلاقيهم خط، خط اوبليك، خط اوبليك كده بيبدا من الاول بموت بي اي ام تي، اي بي اي ام تي، بموت بمت اي حاجه بي اي ام تي وخلاص. انا بقول لك بموت عشان تفكر، هتقول لي ما فيش او، ما فيش فالف بحرف الاو، يا عم هو في بموت البي بي. بص 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 بص، مش انا قلت بموت بي اي ام تي؟ خليك معايا بقى 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 كوستال 3 3 انتر كوستال 4 كوستال 4 انتر كوستال، يبقى كده 3 3 4 4 الثلاثه كوستال وراها واحده انتر كوستال، كوستال انتر كوستال. طيب تعالى بقى ايه، تعال معايا عند اللي موجودين فين بالظبط. واحده اول واحد معايا، اول واحد موجود عند الاسترنال اند، تاني واحد عند الليفت مارجن بتاع الاسترن، الليفت مارجن، تاني واحد عند الليفت هاف النص الشمال بتاع الاسترن، الرابع عند الميدل. يبقى كده بي اي ام تي الاول استرنال اند وثلاثه كوستر، الثاني ليفت الايه الاورتك ليفت مارجن، ليفت مارجن وثلاثه انتر كوستر، المايترال ليفت هاف ليفت هاف بتاع السنه واربعه واربعه كوستر، التي ميدل في الميدل بتاع الميدل بتاع الميدل بتاع الاسترنم واربعه ايه انتر كوستر. خلي بالك انا بعدهم وكررتهم عشان مهمين وبيجي في ام سي كيو. اكسترنال فيتشر مش عليكم، الانترنال فيتشر الشرح على المنهج، الانترنال فيتشر اربعه، هم اربع شامبر، رايت اتريوم رايت فينتريكل ليفت اتريوم ليفت فينتريكل، واحده واحده. رايت اتريوم عنده انتير وول وده رف، والسير وول بيبقى سموث. الانتير وول ده قال لك يا سيدي في هورزونتال ريج اسمها ماسكولا بيكتينيتي جايه من لونجيتودنال ماسل اسمها كريستلا كريستا ترمينال، يبقى كده كريستا ترمينالس واقفه كده طالع منها ماسكولا بيكتينيتي. حلو. طيب بالنسبه للسير وول قال لك ده يا سيدي سموث، ده بيتكون من الانتر اتريال سيبتر، بيتكون من الانتر اتريال سيبتر، وفي اوفال ديبريشن فوسا اوفاليس كريسنتريك ابر مارجن اوف فوسا اوفاليس لمبس اوف فوسا اوفاليس، فوسا اوفاليس ولمبس اوف فوسا اوفاليس. ايه الاورفيس اللي موجوده في الرايت اتريا؟ عندي واحد
سوبيرو فينا كيف، اثنين انفيرو فينا كيف، عشان خلي بالك انا بعد بعد عشان ممكن يقول لك هم كام واحده، يقول لك خمسه ولا سته، هم سته. واحد سوبيرو فينا كيف، اثنين انفيرو فينا كيف، ثلاثه كورونري ساينس، اربعه تراكازمت فالف، خمسه انتيرو كاردياك فين، انتيرو كاردياك فين، سته الفينيو بتاعت الكورداس مينيمينال، الفينيو بتاعت كورداس مينيمينال دي سمول فين بترمي في القلب يعني، وبتبقى بتتفتح، هي موجوده عند الهارت وبتتفتح وبتفتح وبتفتح مباشره في مين، في الرايت اتري. خلي بالك انا مش حافظهم، انا بقول لك ايه ده جاي منين وده بيودي فين، وده احنا قلناه بالتفصيل مش هنطول فيه في المراجعه. طيب ده الرايت اتري، ندخل على الرايت فينتري. الرايت فينتري ده يا سيدي ايه، رف رف رف، عنده الانفلو، عنده انفلو بارت وعنده اوت فلو بارت. الانفلو اللي اللي داخل منه الدم اللي هو رايح من الاتريوم للفينتريك، ده يا سيدي رف رف، وعنده ثلاث حاجات او عنده اربع حاجات. اول حاجه ترابيكولي كارني، ودي عباره عن الريجولار ماسل ريدج، ترابيكولي كارني. عنده مودريتور باند، مودريتور باند، مودريتور باند، او سيبتو مارجنال ترابيكولي، سيبتو مارجنال ترابيكولي، ودي عباره عن ايه، ماسكولار باند اكستند ما بين الانتر فنتريكولار سيبتم والانتيرو وول، يعني هي بتربط ما بين الانتر فنتريكولار سيبتم وايه والانتيرو وول. خلي بالك ديت هي ديت اللي مخليه ان الاتريوم ان الفنتريكل الرايت فنتريكل يبقى زي الليفت فنتريكل، يبقى زي الليفت فنتريكل. ليه؟ بص الليفت فنتريكل بسرعه كده، الليفت فنتريكل الوول بتاعه اسمك من الرايت فنتريكل. طيب مش ده نفس حجم الدم اللي هنا، هو هو اللي بيتضخ من هنا، يبقى ازاي بقى، يبقى طب يبقى ازاي، يبقى ازاي الرايت فنتريكل هيضخ؟ قال لك المودريتور باند دي هي دي اللي بتخلق، هي دي اللي بتكافئ السكن النقص في السكنس في الرايت الرايت فنتريكل، ولكن انك سمعت حاجه. ثالث حاجه البابيلر ماسل، ثلاثه كونيكال بروجكشن من الترابيكولي كارني، ثلاثه كونيكال بروجكشن من الترابيكولي كارني. اول حاجه انتيرور بوستيرور سيبت، الانتيرور بيمسك في الانتيرور بوستيرور كاسب، هما بيمسكوا فين الاول، بيمسكوا في الكاسبس بتاعه التراكاسب، بيمسكوا في الكاسب بتاعه التراكاسب. عندي الانتيرور بابيلر ماسل بيمسك في الانتيرور بوستيرور الكاسب، البوستيرور بابيلر ماسل بيمسك في مين، بوستيرور سيبتال، بص بص بوستيرور سيبتال، السيبتال بيمسك في مين، سيبتال سيبتال اهو، بس فيك بيمسك في السيبتال عادي اهو اللي هي الاس ال 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 ا، بيمسك في الانتيرور. يبقى كده الانتيرور بيمسك في عدوه، الانتيرور بوستيرور هو بيمسك في نفسه وعدوه، البوستيرور بقى قالك لا انا امسك في نفسي وامسك في السيبتال، اس اس بوستيرور سيبتال، السيبتال بقى قالك انا امسك في نفسي واي اللي هو مين، الانتيرور الايه الانتيرور. طيب رابع حاجه معانا الكوردا تندين، الكوردا تندناي او كوردا تندين، ده ايه يا سيدي، قالك ده فاين فايبرس كورد بيمسك لي بيتاتش فروم الايبكس بتاع البابيلر ماسل للكاز بتاع التراكاز، من الايبكس بتاع البابيلر للكاز بتاع ايه التراكاز. طيب بالنسبه لي ده مين، ده اللي ايه الانفلو. خلي بالك ممكن يجي سؤال، بص سؤال صعباني يقول لك ايه اللي ايه الاستراكشرز اللي موجوده في الانفلو بارت بتاع الرايت فنتريكل، هم اربعه ترابيكل كارني ماسكولار باند مودريتور باند اسف بابيلر ماسل وكوردا تندون. ندخل على الاوت فلو، الاوت فلو ده يا سيدي اسمه انفانديبولوم، انفانديبولوم ده بيطلع منه الدم، بيبقى سموث، بيبقى سموث وبيودي لي في مين، ناحيه البالمونري اورفيس. طيب اخر حاجه عندي في الليفت اتري الرايت الرايت اتريوم اسف الرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل الاورفيس، الاورفيس عندي ايه، عندي اثنين اورفيس، الترايكاسبت اورفيس والبالمونري اورفيس. الترايكاسبت اللي بيجي منها الدم، البالمونري بيطلع منها الدم. الترايكاسبت بص يا سيدي، الترايكاسبت اوفال بتقدر انها تدخل ثلاث صوابع، ادخل ثلاث صوابع فيها، بتكون من ثلاثه كازب انتيرو بالسيرو وسبتال، انتيرو بالسيرو ايه وسبتال. طيب البالمونري قال لك بالمونري سيركلان شيب 2.5 سم الدايمتر بتاعها 2.5 سم، بت مقفوله بيه البالمونري فالف، البالمونري فالف وده عباره عن ايه، ثلاثه سيميليونر كازب، ثلاثه سيميليونر كازب، مش هو اسمه بالمونري، يبقى فيه واحد بوستيريور بالمونري، واحد بوستيريور، واحد بوستيريور واثنين انتيرو. قال لك يا سيدي عنده كونكيف ابر 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 اند كونفكس لور سيرفيس، عنده كونكيف شكله كونكيف اللي هو ابر ناحيه يعني ناحيه ناحيه الارت نفسه بيبقى كونكيف، انما ناحيه الفنتريكل بيبقى كونفكس، على ايه الدم وهو داخل يروح زائق فاتح، الدم خلاص يرجع ثاني زائق فاتح، ان هو بيفتح كده. حلو كده تمام. الليفت اتري قالك ده يا سيدي الكافيتي بتاعه كله سموث، ما عدا ما عدا ما عدا الليفت اوركل، ما عدا ايه الليفت اوركل اللي دي عباره عن ايه،
عباره عن حبه ماسكولو بكلينيت صغيره، حبه ايه؟ ماسكولو بكلينيت صغيره. طب ايه الاورفيس؟ قال لك الاورفيس اربعه بالمونري فين ومايترال ومايترال فالف، اربعه بالمونري فين ومايترال فالف فالفيولو، اللي هو الفتحه بتاعت المايترال والاربعه بالمونري فين. يا ريت كل الدنيا ليفت اتريوم، حاجه راجل بسيط بس هيبهدلنا في الكلام، راجل بسيط هيبهدلنا في الرومانتك فيفا، مش مشكله. الليفت فينتريكل، الليفت فينتريكل ده يا سيدي عنده انفلو بارت واوت فلو بارت، هي سكيما ثابته لكل كل الاناتومي كده بتاع الانترنال فيتشر بالذات، اوت فلو وانفلو. المهم الانفلو ده رف رف، وفي بص بقى نفس الكلام تيبيكال كارني بابيلر مسل، بس دول اثنين انتيرو بوستيرو بس ما فيهوش سبتا، وكوردا تندناي تيبيكال كارني اثنين بابيلر مسل انتيرو بوستيرو وكوردا تندناي، دول يا سيدي جايين من ايه؟ جايين من الايبكس بتاعت كل بابيلر مسل للكاسب، الكاسب الكاسب دي الحبال من الاخر، الحبال اللي بتمسك البابيلري بمين؟ بالكاسب، الحبال اللي بتمسك البابيلري بالكاسب. طيب الاوت فلو بارت، الاوت فلو بارت ده الاورتيك فيستيبيو بيودع الاورت، سموس ونون ماسكولار وول بيؤدي للاورتيك اورفيس. انت راجل محترم ادخل على الاورفيس بتاعت الليفت فينتريك، الاورفيس عندي اثنين اورفيس، مايترال اورفيس اللي هي ليفت اورت اورتو فينتريكولار ارتيريو فينتريكولار اورفيس، ارتيريو فينتريكولار اورفيس والاورتيك اورفيس. حلو حلو، واحده واحده. المايترال سيركلر ان شيب بتجاردد بمين؟ بالمايترال فالف اللي هو بيتكون من ايه؟ اثنين كاسب ماسكين في الباب في البابيلا مثلا، اثنين كاسب اللي هم انتيرو بوستيريو ماسكين في البابيلا مثلا انتيرو بوستيريو، خلص. طيب الاورتيك اورفيس سيركل ان شيب اثنين ونص في الدايمتر محمي جاردد بالاورتيك فالف، بيتكون من ثلاثه سيمي ليونار كاسب، مش هو اسمه اورتيك يبقى هو عنده واحد انتيريور واحد انتيريور واثنين بوستيريو، واحد انتيريور واثنين بوستيريو. مش ده ركز معايا، انا عندي دلوقتي عندي درست بالتفصيل كام فالف؟ اربعه، المايترا والاورتيك والترايكاسبيد والبالمونري كلهم سيركلر، كلهم ايه؟ سيركلر. الوحيد اللي مش سيركلر الترايكاسبيد وهو اوفل، اوفل. شفت بقى هو الترايكاسبيد ده إيه يعني؟ بص هو خلف خلاف، هو اوفل وهو اسمه ترايكاسبيد 3 في 3 كاسب، في 3 ايه؟ كاسب انتيرو بوستيرو وسبت. حلو كده، مش دي الاختلاف، مش دي قصه الاختلاف. ادميت 3 فينجر، ادميت ايه؟ 3 فينجر. تمام كده، تمام كده نكون خلصنا ايه الجزء بتاع الاناتومي اللي داخل معاك في المت.